اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده لكل مبتدئ بيفكر يجيب روز او فيشر طيور الحب بوجه عام. دايما المبتدئ خصوصا في النوع دوت سواء كان روز او فيشر هيواجه ان في شكلين للعش. طبعا المبتدئ بيكون جايب الطيور دي بهدف الانتاج، عايز يفرغ وينتج منهم بنجاح، فبيلاقي شكلين للعش، عش ارتفاع وعش طول. يا ترى انهي عش اللي ينفع فيه النوع دوت، واني عش اللي الطير يقدر يتأقلم فيه وينتج بكل سهولة؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة، مش هطول عليك في المقدمة. تعال نعرف ايه مميزات كل عش وايه عيوب كل عش وايه العش اللي نقدر ننتج فيه بكل سهولة من الروز او الفيشر. يلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما عرفنا في المقدمة ان في الفيديو ده هنتكلم عن افضل عش نقدر ننتج فيه الروز او الفيشر، وزي ما عرفنا ان المبتدئ هيلاقي شكلين للعش، يا اما شكل ارتفاعه اعلى من التاني يا اما شكل طوله اعلى من التاني. يا ترى ايه الفرق بين العش ده والعش دوت؟ هو ده اللي هنعرفه بالتفصيل في الفيديو دوت. اول نقطة عايزك تعرفها ان طائر الروز او الفيشر بيقدر يتكيف مع العشين، يعني اقدر انتج من الطائر في العشين سواء كان العش ده او العش ده. امال ايه الفرق بين العش ده والعش ده، واني عش افضل من التاني؟ في النقطة ديت هنتكلم عن افضل عش بالنسبة للمربي نفسه مش بالنسبة للطير. فالفيديو ده هيكون مختلف عن بقية الفيديوهات اللي اتكلمنا عن العشوش فيها، لان في الفيديو ده هنتكلم عن افضل عش للمربي مش للطير، لان زي ما عرفنا ان الطير هيتأقلم مع العش ده ومع العش ده. طيب تعالى نعرف ايه مميزات وعيوب كل عش. اول حاجة العش الطولي بيكون ليه باب واحد من فوق، باب واحد من اعلى العش، اقدر افتح العش ابص فيه، اتفقد شكل البيض، اتفقد العش، احط مواد التحشيش سواء كنت هحط مشارة، وبيكون ليه باب تاني جوه القفص، ودي بتكون فتحة دائرية غالبا، ودي عشان الطير يخش ويطلع منها للعش. وطبعا بيكون في مكسب خشب صغير متثبت فيه العش علشان يسهل دخول وخروج الطيور ليه. ده عيوبه ايه، او العش ده ايه العيوب اللي ممكن نواجهها كمربيين؟ زي ما احنا عارفين ان طائر الحب سواء كان روز او فيشر ممكن نحط له مواد تعشيش زي القش، قش الكارينا، او سعف النخيل، او حتى نشارة الخشب. ففي كل الحالات ديت هتلاقي بعد فترة انت محتاج تنظف العش، فعشان تنظف العش دوت انت مضطر تفك العش كله من القفص وتنظف مواد التعشيش وتحط مواد تعشيش جديدة، وده بيكون مرهق ومتعب جدا للمربي. ولو انت فكرت تشيل مواد التعشيش دي وتغيرها اثناء ما العش متركب جوه القفص هيكون مجهد ومتعب اكتر واكتر. ده غير طبعا ان انت مش هينفع تغير مواد التعشيش دي طول ما في تجهيز للعش او في وضع للبيض او حتى في مرحلة الرؤاد على البيض. ففي الفترة دي كلها بتلاقي العش ابتدى يظهر عليه الاتساخ الجامد جدا من الفضلات بتاعة الطيور، وبيكون صعب تنظيفه او صعب تغيير مواد التعشيش بعد فترة. هتضطر تستنى لحد ما العش يكمل وتبتدي الطيور تكبر، تبتدي ساعتها تشيل الفروخ ديت وتنظف وتحط الفروخ تاني بعد ما تحط مواد تعشيش تاني سواء كان هتحط نشارة او قش. فبيكون العش دوت صعب او متعب في النظافة. على عكس بقى العش التاني اللي انا طبعا بفضل اربي فيه، ان العش ده بيكون ليه بابين، باب من فوق اقدر ابص على الطيور بتاعتي، اقدر الاحظهم، اقدر اشوف الدنيا جوه فيها. في الوقت في باب من الامام اقدر افتح الباب دوت من قدام، اقدر اطلع الدرج الخشب، العش بيكون جواه درج خشب او درج بلاستيك على حسب العش اللي انت جايبه، وده بيسهل جدا عملية النظافة، ان انت بتشيل الدرج تماما من العش، تنظفه، تحط فرشتك الجديدة، وتحط اذا كان في فروخ او في بيض طبعا بعناية جديدة جدا، وتبتدي تدخلهم تاني. فبيكون سهل في النظافة، بيبعد الحشرات، ان النظافة ديت بتساعد اللي مفيش حشرات تتكون زي الفاش. ولو وصلنا لمرحلة تكون الفاش من الفضلات ومن الاتساخ بتاع العش بنوصل لمشكلة تانية، ونبتدي في مرحلة القضاء على الحشرات والفاش، واحنا طبعا مش عايزين نوصل للنقطة دي. فالعش دوت بيكون ليه بابين، فدي ميزة مهمة جدا.
بيكون ليه درج، ودي برضو ميزة حلوة جدا زي ما قلنا في النظافة. الأفضل إنه بيكون أوسع من العش الطولي بالنسبة للطيور. فلو الطير عندك مثلا جايب 3 4 بيضات أو 5 بيضات أو حتى 6 بيضات، بيكون واسع وبيكون قادر إن هو يتحمل الفروخ ديت بسهولة وما يكونش مكان ضيق عليهم. بيكون في فتحة لدخول الطيور، والفتحة دي بتكون متجلفنة، وده بيمنع ان الطير يقعد يقرقط في الفتحة ديت لحد ما ياكلها. فالجلفنة ديت بتساعد ان الفتحة دي تفضل زي ما هي، والطير ما يقعدش ياكل فيها لحد ما تلاقي الفتحة ديت وسعت وممكن الطير يقدر يطلع من القفص ويهرب. الحاجة المهمة برضو في العش هي فتحات التهوية، وفتحات التهوية دي مهمة جدا وليها فايدتين. اول فايدة ان هي بتغير الهواء اللي جوه العش، تاني فايدة اللي هي بتدخل إضاءة خفيفة جوه العش، خصوصا لما بيكون في فروخ أو في مرحلة الرؤاد على البيض. بكده يكون خلصنا حلقة النهاردة وعرفنا ايه هو افضل عش انتج فيه روز او فيشر. فسواء كان عندك العش ده او عندك العش ده، بإذن الله تقدر تنتج بكل سهولة من الروز او الفيشر. اهم نقطة اللي انت توفر الهدوء وتوفر النظافة اللازمة لكل عش. في نهاية الفيديو اتمنى تعمل لايك واشتراك للقناة، علما ان الفيديو ده هيكون موجود ضمن قائمة تشغيل كاملة عن الروز والفيشر، تقدر تخش تشوفها.